بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نكمل الدرس الأخير من السي اس اس. طبعا كما قلت أنا ما راح نكمله كله يعني، لكن هذا آخر شيء اليوم. أيضا راح أعلمك كيف تعمل الريسبونسيف، إنه نستخدم الميديا كويري بالذات. طبعا أكو عدة طرق، لكن أعلمك اليوم كيف تستخدم الميديا كويري اللي هي مهمة جدا إذا تريد تعمل صفحة تعمل على الويب وتعمل على الموبايل وتعمل على الآيباد مثلا. الهدف منه انه تحاول تعمل صفحه مثلا غطى على الموبايل تعرض بشكل معين، تعرض مثلا على الايباد بشكل معين، تعرض على الديسكتوب بشكل اخر، ممكن تغير الالوان حسب كل واحد، ممكن تعمل كثير امور في كيف تفصل بيناتهم. بدايه راح نعمل فقط شيء بسيط قبل الميديا كويري، فقط راح نعمل يعني فقط شكل بسيط. نعمل هنا مثلا ديف، نقول له كلاس ماله يساوي مثلا برودكت، يعني مجموعة من المنتجات نعرضها بشكل معين. فهذا الدف يكون داخله مجموعة من السكشن أو مجموعة من الدف حسب ما أنت تريد. كلاس كلة من الكلاس مالي مساوي برودكت، طبعا فقط اسم يعني حتى نعرف إنه هاي منتجات عبارة عن منتجات. كل سكشن بينو إيمج صورة، كما تعرف شو تنزل الصورة SRC. الصور عندنا وين؟ رحتوها ما رجع إذا مرتلخ نفس المكان، فقط وضعت صور جديدة هنا. صور أول مرة أخرج من الإيمج من الفولدر مع الإيمج، بعدين أدخل على عفوا أخرج من الفولدر اللي نبينه اللي هو البيج، أرجع أدخل على الإيمج، بعدها أقول له أنا ويني بالضبط الصورة الأغيدة مثلا هنا l.jpg هي اسم الصورة، هكذا سميتوها بهذا الاسم وانتهى الأمر. هاي أول وحدة، وجواتها كوبي فقط باراجراف او تخلي بينه اسم المنتج مثلا، مثلا سمينه لابتوب. نكرر الهاي او اول مره، خلينا نشوف شو صارت. فقط الصفحه مالنا شوف اصبحت بهاي الطريقه، حجمه كبير. طبعا هنا فقط اغير حجمه، اعمله مثلا الهاي مالته 100 بكسل الصوره، ايضا الود مالته العرض ايضا 100 بكسل. فتقريبا صارت بهذا الشكل، شكل اجمل الهاي والود ماله بهاي الطريقه راح تكون. نجي نعملها 3 و4 شوف حسب ما نريد، مثلا اعملها 4 حتى يكون 4 منتجات او 3 خليها. شوف كل كلاس مالهم برودكت، والكلاس البرودكتس هو يشملهم كلتهم. اللي كان السي اس اس حاليا فقط عندنا بهذا الشكل، راح تشوفه ما بي اي شيء، فقط بهذه الطريقه. طبعا راح اغير الصور، هذه عندنا عندي صوره اخرى اسمها ام دوت جي بي جي، هون عندي صوره اخرى اسمها سي دوت جي بي جي. هاي الصور موجوده عندي، فقط حاليا اصبح عندي عده صور. نجي شغلنا بالسي اس اس، شوف الاتش تي ام ال حاليا متون فقط بهذه الطريقه، ماكو اي ترتيب بالموضوع. نجي على السي اس اس شوف شو ممكن نعملها. هذه نجي اول مره على برودكتس اللي هو قلنا الديف اللي يشملهم كلتهم. قولوا مثلا مارجن توب مثلا 150 بكسل فقط، اللي هو طبعا شنو قلنا البرودكتس اللي هو هذا يشمل هذول كلتهم السكشنات. التوب مالتو نريد من فوق يكون مسافه اكو الحد الالوي، فعملنا له 150 بكسل. قولوا ريفرش فشوف اعطى مجال حاليا هنا، وصل الفكره اصبح عندنا مسافه حاليا هنا. نجي نقول له مثلا التكست نريده بالوسط تكون، هاي كلهم نريدهم يكونون هنا بالوسط بهاي المكان هنا. التكست طبعا هي ليس فقط للتكست، تستخدم لاي شيء. قول له سنتر حتى كل هاي تكون سنتر، حاليا صار سنتر. ممكن نعمل بوردر، بوردر مثلا لون البولدر على سبيل المثال نعمله بلو ازرق، نوعه مثلا جروف، كنا استخدمنا سوليد لكن حاليا جروف نوع اخر، ايضا مثلا 1 أو 2 بكسل الحجم ماله. فاذا جينا حاليا رجع دائما كل خطوه تعمل ريفرش تاكد، شوف حاليا عندنا هذا الحجم. ممكن نغير البادينج، بادينج مثلا نعمله 10 بكسل فقط، ركز معي
شوف شوية صار مسافة بين البوردر الحدود وبين الكونتنت اللي عندنا. ممكن نعمل أيضا مارجن، شوف من اليمين ومن اليسار يحتاج مارجن حتى يكون فراغ بعد. نقول له مارجن رايت من اليمين مثلا 30 بكسل، أيضا المارجن الآخر مارجن ليفت أيضا مثلا 30 بكسل. نشوف حاليا من لأن الطابع عملنا 150 فقط نريد يمين ويسار. نشوف صار عندنا مسافة هنا مارجن. ممكن نعمل هذا الراديو، قلنا البوردر راديوس ممكن نعمله أيضا 30 بكسل فقط كمثال، يعني أنت ممكن تشوف ما تعمله. نلاحظ إنه صار بهذه الطريقة بشكل معين. الحين نشوف أنا غذائي المنتج كل واحد واسمه اريده بوحدهم يكونون واحد يم الاخ بهاي الطريقه. شوف ايش راح اعمل له. نجي على كلاس البرودكت هذا اللي يشملهم كلهم، قلنا نجي على كلاس البرودكت هذا البرودكتس هذا البرودكت كل واحد يعني، فحكتبه راح يمشي على الكل يعني كلهم نفس الشيء اسمه. فهعمل هنا كلاس اخر برودكت. البرودكت ايش راح اريد بينه؟ اريد العرض مالتهم اغيره. ديسبلاي انلاين بلوك ادخل له ضحتي بلوك انلاين بلوك راح يصير. نقول انلاين بلوك، شوفوا ننتبه على يسار عمودي راح يكون افقي. شوف اصبح بهاي الطريقه العرض مالتهم افقي. اعمل مسافه بيناتهم ايضا، قل له مثلا مارجن حتى يكون مسافه بين كل واحد مثلا قل له 50 بكسل فقط كمثال. خلينا نشوف ايش يصير. شوف اصبحت بهذه الطريقة. ممكن اقول له اكثر بكثير مثلا 90 بكسل يعني هكذا يمكن افضل. الحين اريد كل منتج احوطه ببطن دائرة معينة وجواته الاسم، فقط الصورة خليها بطن دائرة، فقط الصورة انتبه. شوف هنا نجي على الهوم، عندنا السكشن هنا داخله عندنا ايمج وداخله بي. انا اذا اقول ايمج ايضا راح تصير، يمكن هنا اقول له الايمج img راح يكون كل الايمج هنا. اي ايمج راح تصير لك، انا ما اريد ذاك، انا اريد فقط الايمج اللي داخل هذا السكشن هنا، فقط اللي داخل البرودكت هذا الكلاس اللي هذا السكشن هو. فكل ايمج داخل البرودكت هاي ولا هاي ولا هاي راح تتاثر. نعمل لها على شكل دائره حولها مثل دائره راح تكون. فايش اقول له هنا؟ اقول له البرودكت اخذناها هاي سابقا برودكت بالسلكتر، اختار داخل الايمج اللي داخل البرودكت فقط اشير عليها. فايش راح اعمل بيها؟ راح اعمل له بوردر مثلا 2 بكسل فقط كمثال. خلي فقط نشوف ايش صارت هنا. شوف اصبح بوردر حوله. هذا البوردر ممكن اعمله دائره اغيد فاغيره. طبعا اول شيء اعمل ايضا بادنج المسافه اغيد بين الكونتنت وبين البوردر زيد، فاعمل بادنج مثلا 20 بكسل. شوف زادت المسافة، أريد أعملها البوردر دائري، أقول له بوردر 100 بكسل حتى يكون دائري. شوف أصبح دائري. ممكن هسه حاليا أصبح شكل جميل نوعا ما يعني. ممكن حاليا اللابتوب هنا أعمله بولت كله، هاي اللابتوب أو طبعا هنا كله سميته لابتوب، طبعا هي خطأ يعني فقط لين كمثال يعني. هذا مثلا سمينه موبايل، فاريد اعملها كلها بولد هاي الامور. فايضا نفس الفكره بالضبط، ايضا عندنا اريد فقط البي. طبعا ممكن اعمل كلاس البي هنا، ممكن اعمل له كلاس وايضا اسميه اي اسم واشتغل بيه بالسي اس اس. لكن هنا على ايش مثلا؟ هاي اسرع انه فقط ياثر على البي اللي داخل هذا الكلاس اللي هو برودكت. فاقول هنا ايضا برودكت اللي داخله البي فقط اللي داخل البرودكت، فاثر عينه فقط اعمل له مثلا الفونت تعالى اصبح بولد. شوف حاليا عملناها بهذا الشكل الصفحه. شوف الفرق بين كانت HTML ومن صارت حاليا مع السي اس اس. ممكن حتى هذا نعمل له فقط باك جراوند معين هنا، باك جراوند ماله ممكن اخلي له كلر معين كيف حتى لا ياثر على المحتوى. على سبيل المثال هذا اللون
يعني فقط كمثال لا اكثر ولا اقل. طبعا ممكن تعمل الصفحه بشكل رائع جدا، انت ممكن تبدا بكيفك بيها عن طريق السي اس اس. حاليا نجي على الميديا كويري. شوف حاليا هنا نجي حتى نزل اي جي وحتى اشتغل فوق نفس ما حغيره. شوف مثلا هنا اريد اعمل فوق الكلا، اريد اعمل هيدر. فقلوا كما قلنا اخذنا قلنا هيدر اكو بال HTML5 كلاس مالتها يساوي هيد مثلا اسمينه. اكتب هنا فوق مثلا برودكت. شوف حاليا اذا جينا عليها هيدر ما فيها اي شيء، حاليا فقط برودكت. لكن هذا الهيدر طبعا بالبداية حعمله، فاقول له هيد اخذه عملته كلاس لان فاخذه. هنا مثلا شوف اكو شيء اسمه موبايل فيرست ديزاين. موبايل فيرست ديزاين يعني انت تحاول تصمم الشيء بحيث يعمل على الموبايل. طبعا هذا هنا اذا جبنا له منه فقط انلاين بلوك، اذا جينا حاليا زغلنا حجم الشاشه شوف تغير كله. شوف اذا عملناها شويه اصبح ثلاثه بهاي الطريقه، هاي مثل حجم الايباد او حجم شاشه صغيره مثلا هاي الطريقه. اذا عملته على شغل موبايل شوف صار واحد اسفل الاخر بهاي الطريقه. اذا عملته على شكل كامل يعني ديسكتوب اصبحوا بهاي الطريقه. واضحه الفكره؟ احنا كل شيء عملناه هنا فقط قلنا له الديسبلاي انلاين بلوك هو عمله ريسبونسيف. لكن حاليا اكو اشياء ممكن ما تصير مباشره بهاي الطريقه. شوف مثلا اول ما تصمم انت تحاول تصمم الشيء يعمل على الموبايل، يعني هذا الشيء تخيله على الموبايل يعمل. مثلا انا اريد بالموبايل يظهر لي هيدر معين لونه ازرق، فانا راح اقول له الهيد اللي هو هنا عملت له الهيدر انا اسمه برودكت بينو برودكت اسمه هيد كلاس ماله. فانا حعمله هنا مثلا اقول له وين الموبايل اريده اسود. لكن اذا مثلا غيرت الشاشه فايش اقول له هنا الميديا كويري بهذه الطريقه تقول له ات اول مره ميديا الصيغه مالتها اونلي يعني فقط الشاشه سكرين، بعدين تخلي حجم الشاشه اللي تريده انت ديسكتوب، فتقول له المن ود و68 بكسل. طبعا يمكن تلاقيها بالموقع قياسات الشاشات تلاقيها بال W3 سكول كلها موجوده. هنا ايش قلنا له ايش معناتها هذه؟ معناتها الشاشه اذا كانت اقل شيء من ود 768، اذا قلنا له ماكس ود هنا ماكس يعني راح تكون فقط على الموبايل اكثر شيء 768، بينما من يعني من سبع اقل شيء من مينيمم العرض ماله مينيمم ود 768 الى فوق، هاي باعتبار كانه راح تكون شاشه حاسبه يعني كبيره. اريد اغيره يعني اريد بالموبايل راح يعمل عادي بهذه الطريقه الهيد، لكن اريد شاشه من الحاسبه يعمل بغير طريقه اذا شاشه الحاسبه كانت. فشاشه الحاسبه مثلا اقول له الباك جراوند مالي نرجع نجي ايش نريد؟ عندنا الهيد صح؟ ايش ما عندنا حاليا مثلا الهيد راح اعمله من جديد لكن داخل هاي حتى يشتغل فقط على حجم شاشه الحاسوب او الديسكتوب. الهيد ايش اقول له هنا؟ اقول له مثلا الباك جراوند مالته مثلا ريد احمر. شوف حاليا اذا جينا ننفذ شوف هنا البرودكت الهيدر بهاي الطريقه شوف احمر. ليش احمر؟ لان هي شاشه الديسكتوب. قلنا اذا شاشه الديسكتوب كما قلنا القياس احمر. اذا عملنا شاشه بالموبايل حاليا شوف فقط نصغرها نعمل شاشه موبايل شوف اصبح اسود على الموبايل راح يكون اسود. واضحه الفكره؟ ممكن تشوف هنا كل شيء ممكن تقدر تعمل، اي شيء تريده للموبايل راح يكون فوق، اي شيء تريده للحاسبه راح يكون داخل هذه الصيغه، اذا تريد مثلا الايباد ممكن تعمل صيغه اخرى ايضا قياس اخر تخلي، لكن المهم ميديا كوير ميديا اونلي سكرين اند تخلي القياس هنا. مثلا هنا على سبيل المثال مثلا اخلي ديف هنا ديف بسيط كلاس مالته اسمينه مثلا موبايل. هذه فقط للموبايل اريد يظهر بس مثلا سمينه موبايل هنا اريد فقط يظهر للموبايل. طبعا لا تهتم كثير بالترتيب ماله ما يهمني هسه حاليا. شوف حاليا بالموبايل عادي اطيق اعمله اطيق ما اعمله كل شيء موبايل نفس الكلاس مالته. فانا مثلا اريد يكون بولد فونت سايز فونت ويد عفوا بولد اريد يكون مثلا Text Alignment Center. الحين إذا جينا شوف بالمكتب وكل شيء بالديسكتوب. شوف إذا جينا هنا حاليا حتى بالديسكتوب ظهر، واضحة الفكرة؟
بالموبايل فكرة. أنا غيت حاليا بالديسكتوب ما يظهر، فاش أجي أعمل؟ أي الكويري أقول له موبايل، هنا أقول له أريد الديسبلاي مالته نن، ديسبلاي نن، يعني شنو؟ يختفي، ما أريده بالشاشة يظهر لي بالديسكتوب. شوف أنا حاليا بالديسكتوب اختفى، بالموبايل ظهر. واضحة الفكرة؟ أي شيء نفس الفكرة بالضبط، ممكن تدخل عينه بهاي الطريقة. يعني حاليا أجي مثلا هنا، مثلا عندي هاي السكشن أول واحد مثلا اللي هو البرودكت، اللي السكشنات اللي عندنا البرودكت. مثلا الباك جراوند ماله نغيره، مثلا نعمله اسود فقط كمثال. يعني شوف الباك جراوند اسود، لكن بالحاسبه لا، بالموبايل لا، لكن غيرنا له فقط بالحاسبه. واضحه الفكره؟ ممكن تخيل اي شيء تقدر تعمله، فقط خلينا داخل ميديا كويري حتى يتغير بالشاشه او بالحاسبه. ممكن بال HTML هنا مع الهيد، داخل الهيد قلنا عندنا امور كثير ممكن نعملها، من ضمنها هنا الروبوت، من ضمنها هنا عندك هذا ممكن تاخذه ايضا من W3 سكول او من اي مكان. ميتا، ميتا داتا فقط تقول له الاسم فيو بورت، الكونتنت ماله شوف حجم الجهاز فقط. حاليا تعرف انه الميتا داتا هاي اللي الفيو بورت انه يعرف حتى ابعاد الشاشه، ممكن تفيد ببعض الامور. شوف هنا اذا جاء يشرح لك اياه، هنا يقول لك بدون فيو بورت شوف راح تكون الشاشه راح اذا عملت على شكل موبايل راح تكون بهاي الطريقه مع الفيو بورت، اذا بدون فيو بورت شوف ما راح تبين كلها، راح تكون تبقى صغيره اذا انت كنت عملتها صغيره. بالفيو بورت لا، راح المتصفح يعرف ان انت حجمك حجم اصغر كي يشوف المستخدم يعني، فيرشعه كل يمليها الشاشه كلها. فبهاي الطريقه تفيد الفيو بورت. اتمنى الامر يكون واضح حاليا. طبعا هاي اهم شيء، طبعا كثير اكو امور ممكن تتابعها ممكن تراجعها حتى هنا نفسه بال W3 سكول. هنا شوف كلها ريسبونس، شوف ايش عندك امور، عندك الجريد طبعا ما اخذه لان احنا ناخذ البوت ستراب، فما كثير اشوف هاي الامور مهمه. عندك الايمج وما ايمج، طبعا هاي الامور ممكن تقراها كلها وتستفاد منها ايضا وتكون مفيده يعني. فاتمنى هذا الامر يكون واضح حاليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.